أولا هناك قضايا أساسية ورئيسية ستكون مطروحة على جمعية هيئات المحامين بالمغرب. لحظة كتفرض التداول والنقاش في قضايا أهمها أولا هو وحدة الصف المهني. هذه من إحدى المسؤوليات التي ستكون ملقاة على عاتق جمعية هيئات المحامين بالمغرب، توضيح الرؤى ووضع استراتيجية عمل كفيلة بمواجهة التحديات المطروحة. طبعا لنا تحديات كبرى، تحديات مصيرية لا يمكن أن نغض الطرف عنها، من بينها مسألة ما يحاك من تشريعات اليوم، تشريعات نقر بأنها ليست في مستوى المغرب اليوم، لا فيما يتعلق بحقوق الدفاع ولا فيما يتعلق بشروط المحاكمة العادلة وكثير من القضايا وكثير من التفاصيل. وأعطينا نموذج واضح وفاضح وهو ما يتعلق بمشروع قانون المسطرة المدنية. قضايا أخرى مرتبطة بالتخليق لا يمكن أيضا أن نعتبر هذا الأمر عابر وعارض، بل ينبغي أن يشكل جوهر عملنا ونضالنا المهني. بدون تخليق تفقد المحاماة والعدالة معها، تفقد روحها وتفقد أبعادها الإنسانية والأخلاقية، وبالتالي خدمة العدالة وخدمة المحاماة تستوجب بالضرورة أن نعلي من شأن القيم ومن شأن الأخلاق المهنية. وأظن بأنه الجمعية ينبغي أن تعطي لهذا الأمر ما يكفي من الاهتمام بشكل جريء وواضح حتى نستطيع أن نعيد الاعتبار للمهنة، نعيد الاعتبار للمهنة مع محيطنا مع شركائنا، وأيضا أن نجعل المهنة من هذا المنطلق ومن هذا الجسر أن تكون في قلب القضايا الوطنية الأساسية. كنتمنى أن الانتخابات الحالية التي نعيشها في هذه اللحظة وتعيشها معنا أنفاس اليوم، كنتمنى أنها تعطي نتائج إيجابية، وأن تكون الانتخابات هي لحظة تمرين ديمقراطي، لا لحظة تفريق بين الهيئات وبين أعضائها ومكوناتها. وأظن بأنه ما وقع وما حدث في انتخابات اللي عشناها هذا الأسبوع الماضي ما يتعلق بالتعاضدية كان مؤشر إيجابي ويحمل كثير من الرمز وكثير من المعاني التي قد تؤيد ما طرحته من وجوب توحيد الصف المهني. من المفروض أن الجمعية ينبغي أن تشكل قوة اقتراحية، ولتكون قوة اقتراحية يجب أن تستثمر قوتها الرمزية وقوتها المعنوية. وبالتالي الجمعية كنتمنى بما لها من دور تنسيقي ومن دور وحدوي، كنتمنى أنها تستطع تخطع مع واحد الماضي، ليس الماضي كله جميل، هناك طبعا فترات مضيئة، مساحات ضوء اللي كانت فيها مساحات عطاء. كنتمنى أن نرجع لهذا النفس اللي خلينا فعلا قوة اقتراحية في الميدان، من خلال التتبع، من خلال مواكبة التشريع، من خلال الإفضاء بالاقتراحات اللازمة، وأيضا الضغط على مساحات السواد الكامنة في الكثير من التشريعات، ليس فقط التشريعات اللي هي مشاريع ولكن أيضا في التشريعات الحالية. وكنظن بأنه بحسب تجربتي المتواضعة أن هناك كان واحد وعي اليوم جماعي، أتمنى أن يستمر لما فيه خيرة المحاماة ولما فيه خيرة العدالة ولما فيه خيرة الوطن.